طيب يا جماعة خلينا نكتب الاي دي تبعه وبدي اشوف لهلا يا جماعة بتذكرني وبيحبني. يعني صراحة انا عندي فضول كبير. ايش؟ بكرة حسونة؟ اليوم راح ازور حسابات متابعيني اللي شاركوا معي بمسابقات اكثر من 4 سنين وراح اشوف شو صار فيهم. صراحة متحمس كثير للفيديو وكثير منكم طلبوا مني اني اسوي هاي الفكرة، فما راح اطول عليكم اكثر من هيك، خلينا نفوت على الفيديو. اول حساب معانا واللي هو تبع فيديو حققت حلم طفل مغربي، تقريبا الفيديو من 2 سنين راح يصير له 3 سنين يا جماعه، الايام عم تمر بسرعه صراحه. هذا هو الاي دي تبعه يا جماعه، ظاهر بالفيديو اسمه محمد. راح اشوف يا جماعه الخير محمد لهلا عم يلعب اللعبه ولا لا، ومحمد شو صار فيه. خلينا نجيب الاي دي تبعه ونشوف محمد. طبعا يا جماعه اذا كان متصل خلينا نشوف. اوكي محمد اخر مره فتح اللعبه من 30 يوم، شكله محمد معتزل او يمكن حسابه متبند. ليفله 46. الله يا محمد يا اخي يا جماعه شعور هيك غريب. اوكي شوف يا جماعه طبعا الفاير بس الوحيد يلي مشحون عنده واللي هو شحنت له اياه انا بالفيديو. يا الله يا محمد شوفوا هذا هو. ايه والله نفسي يا جماعه بالفيديو. طبعا يا جماعه محمد الفاير بس اللي شحنت له اياه حتى مو مكمل الشارات تبعه، والفاير بس اللي بعده جايب منه 8 شارات وبعده قاطع عن اللعبه. يعني محمد تقريبا صار له 2.5 سنين مو فاتح فري فاير. والحساب اللي بعده يا جماعه واللي هو من فيديو فري فاير حولت حساب نوب الى حساب قوي في 12 دقيقه. طبعا الفيديو كمان بتاريخ 2020 12/6. خلينا نشوف يا جماعه شو صار فيه. خلينا ننسخ الاي دي تبعه. اوكي نحط الاي دي تبعه هون. اسم حسوني وات مسمي حاله حسوني يا جماعه. اوكي اخر مره فاتح من 30 يوم. خلينا نفوت يا جماعه، نفوت على هذا مسمي حاله حسوني، والله غريبه يا جماعه. ايش كاتب؟ اتس سمبل جاست دونت جيف اب. اوكي وصل له زمان يا الله يا جماعه شوف الشارات، اي شارات هي؟ شوف الشارات اللي بحسابه يا جماعه، بس اسمه حسونه والله غريب صراحه. يمكن يا جماعه هذا من اوفى الناس اللي شفتهم بحياتي. يعني طبعا ما ننسي المعروف اللي سويت له يا اني شحنت له حسابه فسمى حسابه حسونه انه ذكرى. يعني والله حبيبي يا حسونه والله، ليك حتى مسمى حاله حسونه مع اشاره تعجب واكس، وغريب صراحه والله. ما بعرف شو اسمه المشكله يعني، بس مسمي حاله حسونه. ما علينا ان شاء الله تكون بخير يا حسوني. والشخص اللي بعده يا جماعه واللي هو مسكين مسمي حاله مسكين باللعبه، شاهد حسوني حول حساب طفل من حساب اسطوري بالمجال الغامض. المشكله يا جماعه كاتب شاهد حسوني يحول حساب طفل، والمشكله يا جماعه اني وقتها انا كنت طفل، يعني شوفوا شكلي يا جماعه، بس انه يعني كليك بيت من زمان يا جماعه، كليك بيت وحركات يوتيوبر تعرفوا انتم. فخلينا ناخذ الايدي تبعه يا جماعه ونشوف مسكين لهلا عم يلعب اللعبه ولا لا. تو نشوف مسكين. اوكي صار له 30 يوم ما عم يلعب. يا جماعه لاحظتوا لهلا مع حدا عم يلعب اللعبه؟ يعني تقريبا انا بحس صار على 3 حسابات وكلياتهم من 30 يوم مسكرين، غريب صراحه. يعني فخلينا نشوف يا جماعه شو كاتب بالبايو. كل شيء يخونك الا كره القدم. الله عليك هذا شكل مبين عليه كروي صراحه. يا جماعه هو ما صار له زمان مسكر اللعبه هلا الفاير بس هذا. لا لا لاعب اللعبه، لا هذا يا جماعه ما صار له كثير ساحب، اعتقد صار له شهر ساحب، ما صار له يعني ما بعرف ما صار له كثير ساحب، مبين عليه يعني مو مثل اللي قبله تمام، بس انه ساحب على اللعبه. شو مسمي حاله؟ توكيتو. فبتمنى يا توكيتو انك ترجع على اللعبه لانه اشتقنا لك صراحه. عندنا هون الفيديو هذا مبين عليه قديم، شوف يا جماعه كيف كان شكلي، يا الله كيف كان شعري، وربي كنت مدلل البيت، ما بعرف شكل يا كيف يا جماعه بتحس انسان سبحان الله كل ما يكبر يعني بحس ماضي اسوء. يعني هلا مثلا انا بعد سنه راح اشوف حالي كرينج هلا، ما بعرف هيك. ما علينا يا جماعه لنطلع على سياق الفيديو. تاريخ هذا الفيديو 2021 14/5، ما صار له كثير الفيديو يعني مو قديم كثير، هو قديم بس مو كثير. يعني اسم الحساب مراد وكان ليفله 1 يا جماعه. انا هون سويت حساب جديد وقويت الحساب واعطيته لواحد حسابه مسروق. اوكي هلا فهمت يا جماعه. خلينا نشوف هلا عم يلعب اللعبه ولا لا، صراحه متحمس اشوف وات. اوكي صار له 30 يوم يا جماعه، ليش هيك؟ ليش الكل ساحب على اللعبه؟ حتى صار له 30 يوم مسكر، يعني صار له 30 يوم مو فاتح اللعبه، مسمي حاله سيكي وليفله. فضحتنا يا مراد. طبعا يا جماعه كاتب مسبب البايو ما راح اقدر اعرضه، شكله يا جماعه هذا كان معصب من اللعبه وحذفها وسحب عليها. شوفوا يا جماعه الخير شارات الفاير بس، عرفتوا الشخص اللي مثلا بيجي فترة على اللعبة وبرجع بيسحب؟ هذا هو مبين عليه هيك صراحة. يعني شوف على الشارات، جاي فاير بس مثلا بيلعب له اسبوع بيرجع بيسحب عن اللعبة 6 أشهر 7 أشهر بعدين بيسحب وبعدين بيجي. فهذا بس انه يعني صار له فترة ساحب، صار له تقريبا شي 5 أشهر ساحب. بشوف يا جماعة السكنات اللي شحنت له اياها بالحساب لهلا موجودة، القميص الابيض واللي هو لابسه وهذا كود من 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 عندي، شوفوا لهلا لابسه. فشوفوا يا جماعة الخير يعني لهلا محتفظ بالهدية اللي اعطيته اياها. فبتمنى كمان ترجع للعبة يا سيكي يا مراد. اوكي الحساب هذا يا جماعة راح يكون مختلف شوي عن الباقي تمام. ليش؟ لانه يا جماعة الفيديو هذا شاهد حولت حساب لاعب جزائري من حساب نوب لحساب اسطوري. حلو حلو. والفيديو تقريبا من 2 سنين وليفله 67، فمن 2 سنين لهلا يا جماعة الا ما يكون مثلا زاد له 30 ليفل. فيا جماعة انا حاسس انه راح يكون ليفل 80 90 اذا كمل اللعبة تمام. فراح شوف يا جماعة الخير اسمه كوكو القرش. يا جماعة يا اخي شوفوا كيف كانت اللعبة، شوفوا مثلا لما كان واحد
واحد يحصل على السكن او يحصل على شغله نادره كان يطلع له هون. ما بعرف يا جماعه، بحس فري فاير كل شيء زمان قبل يعني افضل من هلا. بحس اللعبه كانت بسيطه، هلا عقدوها يعني. ما بعرف، انا هيك بشوف يعني. مثلا البروفايل من برا بحسه كان احلى، ما بعرف يعني، بحس كل شيء قديم احلى، ما بعرف. فخلينا نشوف يا جماعه، نبحث عن ايديته. انا حاسس انه هذا راح يكون بكلان شيء مشهور او راح يكون تيك توكر، ما بعرف يعني اذا كان مكمل اللعبه. طيب خلينا نبحث 8 9 1 1 3 7 5 8 4 1. اوه يا جماعه، اخيرا اخيرا يا جماعه الخير، واحد من المتابعين القدماء متفاعل هلا باللعبه. اخيرا يا جماعه الخير، صار له 4 ايام مسكر. وصلان هيرو يا جماعه. خلينا نشوف، انا حاسس ليفل راح يكون عالي 76. انا شو حكيت لكم يا جماعه الخير اول ما شفت يا جماعه انه ليفله 67، حكيت هذا راح يكون لهلا عم يلعب اللعبه. شوفوا يا جماعه الخير، حتى متفاعل بالفاير بسات، ليفله 76 وعنده 30000 لايك، عنده لايكات اكثر مني. شوفوا يا جماعه حسابه، ما بعرف اذا بتذكرني ولا لا. على كل حال انا راح ابعث له طلب وراح اشوف وراح احكي معه اذا بتذكرني ولا لا. والله يا جماعه تخيلوا مثلا هيك اب يقبلني وافوت معه يقول لي انت مين، راح تكون يا جماعه رصاصه ودخلت في قلبي. فراح ابعث له طلب يا جماعه وراح اشوف اذا راح يقبل ولا لا. الحساب اللي بعده عندنا من مقطع شاهد كيف شحنت للفائز 5000 جوهر وحققت له متجر تخفيضات وحولت حسابه الى اسطوري. شوفوا يا جماعه، هذا هو كان متجر تخفيضات، كان اسمه تخفيضات الاباده. كان تقريبا يا جماعه اول نزول شخصيه كريستيانو، كان شخصيه كريستيانو هون يعني تسببت بنص اعتزال لاعبين فري فاير، لانه يا جماعه حرفيا كانت مستفزه. حتى يا جماعه شوفوا فري فاير حرفيا كانت تنصب علينا، كان حاطين لها 5 رومات 265 جوهره جد. ويا جماعه يعني بوقتها كان الالعاب كلها مثلا مثل ببجي، فورتنايت، الالعاب كلها المشهوره كان الرومات فيها مجانيه، الا بفري فاير الرومات فيها جواهر. اوكي يا جماعه خلينا ناخذ الاي تبعه ونشوف. اوكي حاط، اوكي نشوف هلا عم يلعب ولا اوه. نفس كل مره، صار له 30 يوم مسكر يعني تقريبا ممكن معتزل اللعبه. خلينا نشوف من الفاير بس بنقدر نعرف. لا يا جماعه، هذا ساحب من اللعبه بس مو كثير، فهمتوا علي؟ مسمي حاله سي اكس بي. شو كان اسمه بالفيديو؟ كان مسمي حاله مستر كينج باللعبه. فبتمنى يا سي اكس بي انك تكون بافضل حال. والفيديو اللي بعده كمان فري فاير، حرقت لاحد المتابعين المتجر الغامض وحرقت له الحاضنه. لن تصدق كم حظها اسطوري، اسطوره، كم حظها اسطوره. لا يا جماعه فضيحه ملائية. سونا نعدل عشان ما حدا يحز. لا اسطوري بس برا اسطوره، ايوه اوكي الحق مو علينا. شوفوا يا جماعه هون كيف كانت البروفايل باللعبه، كان في شيء اسمه بس، تتذكروا يا جماعه هذا البس؟ البس هذا اعتقد كان تدخل تقدر يعني مثلا كان واحد فاتح بس تدخل من البس تبعه يعني يحطوا لك رابط على اليوتيوب تقعد تتابع، اعتقد هيك، ماني متذكر منيح. بس شوفوا يا جماعه كان عنده 181 لايك بس، والله لايكاته قليله كانت كثير، كان ليفله 41، اعتقد يا جماعه اذا كان عم يلعب اللعبه لهلا راح يكون ليفله شيء 60 65 70 يمكن. خلينا نبحث عنه يا جماعه، نبحث. كمان صار له 30 يوم يا جماعه مسكر اللعبه، مسمي حاله نوك فنش. يا جماعه ليش ما تزلين اللعبه؟ صار له زمان والله، صار له زمان ساحب اللعبه. طب هدول معقول متبندين ولا ساحبين على اللعبه؟ انا بشوف يا جماعه انه هدول متبندين. فري فاير اوكي، شد ما كرهتها يعني شد ما صارت سيئه، مستحيل اني اسحب عليها هاي الفتره. اوكي بسحب عليها شهر شهرين، بس بدخل عليها بشوف الاوضاع، يكون عندي اصدقاء باللعبه، بدخل اللعبه من شانهم من شان اشوف شو صار فيهم يعني. فانا متاكد يا جماعه الحسابات اللي دخلت فيها هدول متبندين يعني، يعني الا ما يكون عندهم اصحاب يعني. يعني هلا يا جماعه في نسبه كبيره من اللاعبين فري فاير عم يدخلوا على فري فاير من شان اصحاب اللي فيها، مشان الناس اللي فيها مو من شانها هي. فمعقول هدول ما عندهم اصحاب؟ انا حاسس انه هدول متبندين صراحه. والحساب اللي بعده عنا يام. اوكي شوفوا يا جماعه كيف كان البروفايل، هون البروفايل تغير شوي، تغير عن اللي قبله، تغير تغير جذري حرفيا، خلوا فيها بايو. المهم يا جماعه فشوفوا ليفلو كان هون 54 بس كان عنده 1000 لايك، ليش اللايكات كانت قليله يا جماعه؟ بس انا بتذكر هون يا جماعه كان اللايك جدا نادر. هلا اذا تلت بوت بيعطيك لايك، يعني اذا دخلت جيم وطلع لك مثلا 10 بوتات بالجيم ضمنت انت 10 لايكات. اللي قبله كان عنده 180 لايك، هذا عنده 1000 لايك بس وليفلو 54 والفيديو تقريبا من سنتين. هذا يا جماعه لو هلا عم يلعب اللعبه انا متاكد راح يكون ليفلو 70 70 75 خذوها مني. اوكي يا جماعه صار له 4 ايام مسكر اللعبه، ليفل 61 بس؟ يا جماعه من سنتين لهلا زايد 7 ليفل بس؟ كم هذا ممكن بيلعب فور فن يعني بيلعب مشان يتسلى ما مشان يلعب انه مهتم باللعبه. حتى يا جماعه شوفوا 4000 لايك صار عنده بس، يعني من سنتين لهلا زايد 3000 لايك بس. هذا الموسم لعبان 9 جيمات، مثل ما قلت لكم يا جماعه هذا عم يلعب فور فن ما عم يلعب انه باللعبه نظامي، فهمتوا علي؟ فمثل ما شفنا يا جماعه الخير هون وصلت الفيديو، اتمنى انكم استمتعتوا بالفيديو، شكرا لكم كثير على المشاهده، الله يسعد لي اياكم يا رب. مثل ما شايفين هي الحسابات للاسف يا جماعه الخير بكل الحسابات كان في واحد من المتابعين بس لهلا متفاعل ولهلا عم يلعب اللعبه والباقي يا جماعه كله اعتزل. بتمنى يا جماعه انكم تضلوا يعني حز عيط بهالفيديو اقسم بالله ما بعرف ليش هيك حسيت يا جماعه بشعور غريب يعني انه لما تشوف شخص مثلا
بيعرفك، وترجع تشوفه بعد فتره، مثلا بعد فتره زمنيه، تحس بشعور غريب. ما بعرف اذا فهمتوا علي. فاذا بدكم يا جماعه اسوي جزء ثاني بس بطريقه ثانيه، واللي هي اني زرت 5 حسابات اشخاص قتلوني في اللعبه، اكتبوا لي تحت في التعليقات. وبس ما راح اطول عليكم اكثر من هيك. لا تنسوا الصلاه على الحبيب محمد، وبنشوفكم فيديو اخر ان شاء الله، ودمتم بسلام.